جاني ازيك؟ كلمنا عن دورك بقى. طلع دور عيل لازقة يعني. عيل لازقة؟ ابن مين في الفيلم؟ هو مش باين ولا ايه؟ لا هو مش باين؟ ابن استاذ امير. مثلت ازاي مع الاستاذ امير؟ ودي اول مرة؟ اول مرة. اول ما قولك هتمثل مع استاذ امير عملت ايه؟ رحت غسلت عيني على طول. رحت ايه؟ غسلت عيني على طول. غسلت عينك؟ ليه؟ استاذ امير يا جماعة في ايه؟ انتوا بتهزروا. ده استاذ امير وكمان استاذ حسين. ومين نشحك؟ استاذ حسين. خدت كام في الفيلم ده؟ تعزان احرق؟ انا مش عايزة اتكلم في المواضيع دي، انا لسه عيل صغير يا جماعة. عيل صغير؟ ما انت لازم ما ينفعش تبقى نجم وليك جمهور. لا مش هينفع اقول انا خدت كام في الفيلم. يعني انا ممكن اقول بس هي 30 بس. مين 30 جنيه. مين اكتر حد بقى صاحبك في الفيلم؟ استاذ امير واستاذ توتا واستاذ محمد انا. في حاجه تانية هتعملها بعد الفيلم ده؟ فاصل من اللحظات السعيده مع استاذه هنا واستاذ هشام ماجد وكمان استاذ بيومي فؤاد واستاذ محمد ثروت. ماشي يا حبيبي، باي باي باي.